ما تحطيش رز كتير بيلخبط الدنيا. كفايه بقى فوزيه وتعالي. انا مش فاهم انت تعبه نفسك ليه؟ هو انا غريب؟ في ايه يا نجد؟ في ايه مستعجل عليه؟ لا اصل علشان ورايا مواعيد الصبح بدري. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك. إيه اللي جابك هنا يا بنت أنت؟ وإيه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان. بحبك يا ابني. بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيتك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار أسود مبسوطة؟ إيه ده؟ أنت عندك واحدة جوه؟ أنت بتخوني يا عزمي. وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدة؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الأنابيب. كويس، خليه غير أنبوبة السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي أنبوبة منفسة. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عننا. غوري ترمبيطة داخلة عليا. بقولي غوري غوري. اشرف، بقولك يا طارق لازم تقولي انت ناوي على ايه بالظبط. مالك يا حمزة بتتغيرت كده ليه؟ أنا عايزك النهاردة تسيبلي نفسك خالص. ايه هو في موزه بتلغيك ولا ايه؟ موزه ايه يا عم؟ دي ماتت قبل كده 3 مرات. مش هتطلب لي حاجه؟ ايه؟ اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة المرحومة. يا ست اهدي، انا جيت هنا غلط. امال انت جاي ليه؟ جاي اخد درس. سيبك بقى من الدروس الخصوصية، ده انا المنهج. بص بقى، انا هخلص لك المقرر كله في ساعة زمن. انا فهمت الساعة. ساعة واحدة بره. الله يحرقك يا طارق، وانا اللي كنت فاكر هخلص على القضية. شوفي انا هديكي 50 جنيه كده بيني وبينك يعني، بس عايزك اما تخرجي بره سياح بقى وزغرق تقولي عرباجي كان معايا في العشاء. نسيت ولا الغنى يا وقت ده؟ انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة ورمين لأي قطة. انا كنت بحب ستة، دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة. مجنونة انت صعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونة واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقة. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخدة غواية مش زي ما انت فاكر. يا شيخ على رايك ان بعد الظن اسم، وانا اللي كنت فاكر. يا فجر السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ايش تكبر؟ الزفه وصلت والفرح فرحنا. انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع اسمع كده، حتى ركب موبايلك. شيخ خد هنا الشبكه اتمسكت. طب وبسيوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا عفوا يا عفوا. ورا اثبت اثبت الدير. فين على الباب؟ ولا حركه. بسيوني بسيوني. نهار اسود. حازم حازم، اوعى تفهمني غلط. فوزيه اظن انت كده جاهزه بقى ومفيش حاجه عايز تشغلنا. عايزك تصحصحي معايا بقى. اوعى تنامي. تليفون ولا تردي؟ كأننا عزلنا ولا أقولك كأننا متنا. متنا إيه؟ لا لا رد على التليفون اللي يكون حاجة مهمة. رد. ألو مين؟ حازم عاوز إيه؟ زفت. تفضل يا ست، أديني غيرت له الكلون جاري في التليفون. نعم بتقول مين؟ بسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. فوزية يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انت طالق. نعم يا فندم، سعادتك متحفظ عليه. اتفضل يا فندم. هو فين؟ في
رغم ان دفعتي يا فندم سعادتك وانت عارف ان الدفعه بتحن، لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضة هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم، بسيوني بسيوني جوه يا فندم. اتفضل. البدله البيضة كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا، اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين انت؟ هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟ في الاوضه دي؟ اوضه في الدور الارضي سقفها واطي، ليها شباك متر في متر على الشارع، ستايرها حمراء. هو انا مهندس ديكور يا فندم. انت ما تنفعش سمكري سيارات. ما انا قلت لسعادتك يا فندم نقل من الاداب دي. انا ماليش في الاداب يا فندم، مش بعيد اجي ملفوف بملايه انا كمان. يا فندي افهم، زميلك كان في مهمه رسميه. ايه وانت بوصي المهمه دي؟ ابقى قابلني لو امك بعد عيالك، محدش في الوزاره ياخد خبر بالحكايه دي. يا فندم انقلني المطافي. مطافي؟ ده انت تبوس ايدك لو وقفوك على مدفع رمضان. ما يجراش حاجه يا فندم، المهم ما بقاش في الشغلانه دي بالذات. انا تاكدت دلوقتي ان الغباء في العيله عندكم بالوراثه. يا فندم انت بالعيله دخلها ايه؟ يا فندم انا كنت رايح اكتشف المكان، ما اعرفش ان في دعاره. وبعدين انا كان بيتهيألي ان الراجل الكبير يعني اللي بيديهم المخدرات هناك. بيتهيألك حضرتك شغال في مباحث التهيؤات؟ يا فندم بسبب اللي انت عملته ده انا اضطريت اكشف كل اسرار المهمه للزفت اللي اسمه حازم. ايه اخر اخبار المهمه؟ معلوماتنا بتؤكد يا فندم ان الشله بتتردد على مكان اصحابه بيتاجروا في المخدرات. المكان ده عوامه وكله موجود هنا يا فندم في التقرير لسعادتك. في ايه تاني؟ مصادرنا بتؤكد ان اداره الجامعه بتطلع رحلات في اوقات غريبه جدا من السنه، وجاري الاستعلام عنها يا فندم، وبرده كله مع حضرتك هنا في التقرير. من غير التقرير ده اقبض على كل مصادرنا. نعم. قصدي اطلع معاهم بالرحله هالظابط وشوف ايه اللي بيحصل، وفيني بتقارير كافيه عن كل واحد في الرحله دي. تابعني اول باول. سلامة. ثانياً لحد هنا والأوتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محمية طبيعية، فهناخد شنطنا وهنكمل الحتة اللي فاضلة ماشي. طب حضرتك من غير حسيات كده، الحتة اللي فاضلة دي حسبة كم كيلو كده؟ يعني 20-25 كيلو. يا أبويا دي القولة اللي أقرب يا عم. لا 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 لا، عايزين نفضل لزاز مع بعضينا. يلا فيه. قول لي يا بسيوني، انت ليه اناني وبتحب تاخد الحاجه اللي مش بتاعتك؟ انا عمري ما خدت حاجه مش بتاعتي، ما يمكن غيري هو اللي فاكرها بتاعته. انت شايف كده؟ يا جماعه هي مش اللعبه دي سؤال واحد ولا ايه؟
يا جماعه انتوا مالكم سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني. ها انجي خضتني يا حمزه. ايه؟ بصي بقى، انت بقالك كام يوم كده متغيره، مش انجي اللي احنا نعرفها بتاعت زمان. ممكن نعرف السبب؟ السبب ان الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ما حسيتوش قبل كده. يعني تقدر تقول كده اخيرا لقيت الانسان الكميتي مظبطه معاه. قولي لي بقى يا مايا، انت كميتك متظبطه مع مين؟ انا انا بلا كميه. لما كنت في ثانويه عامه كانوا كل البنات بتحب وبتضحك، وكل الاولاد كانوا بيعاملوني على اني اخته، ولما رحت الجامعه برضه بيعاملوني على اني اخته. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي احب، نفسي اتحب، نفسي اتخطف. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا ما نمتش اصلا. اصلا؟ انا كمان ما نمتش اصلا. ليه؟ يعني بفكر. في ايه؟ بفكر في واحدة. وانا كمان. بفكر في واحدة؟ بس يوني. طب ما انا عارف. مش هعرفك. ايه اللي مش عرفتني؟ انا بقولك. لا بجد، انت قايم بدري ليه؟ مش عارف يعني، ما جاليش نوم، قلت أم اتمشى شوية كده. طب ممكن اتمشى معاك؟ احنا نطول يا باشا. عارف مية صعبانة عليا قوي، ازاي الانسان ممكن يعيش من غير حب؟ الحب ده طلع اهم حاجة في الحياة، ويا سلام لو كان حقيقي. بسيوني تحبيني؟ يا بسيوني تحبيني؟ يا بسيوني انا بحبك من قبل ما اعرفك اصلا. اصلا بس حبيتك اكتر لما اتغيرت يا انجي. من عمري ما كنت اتخيل اني اغير حياتي، بس اتغيرت علشانك. نفسي هما كمان يتغيروا يا انجي. وانا كمان نفسي، بس صعب. بتغير عليا يا بسيوني؟ انت حد ضايقك ولا ايه؟ قصدي يعني لو حد ضايقني. ده انا اقطعه بسنين. ما تخافش، معاك راجل. تلعبني ريست عشان اثبت لك؟ ايه الصوت ده؟ ده الموبايل. طب ما ترد. ما انا لازم قبل ما ارد اعمل حاجه. طب بس ما تاخرش عليا. هو مش بايدي الوقت في المنطقه دي يا انجي. بسيوني جيت بسرعة. بسيوني طارق، انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ نفس الشيء اللي مصحى بسيوني. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي انت يا انجي. بسيوني لو شافك دلوقتي مش هيحصل. الله، هي وصلت لكده؟ وصلت لكده، وصلت لكده يا طارق. ولو بسيوني شافك معايا دلوقتي هيقتلك. المرة دي بقى هخلي بسيوني يشوفني، بس وانت في حضني انجي. انت اكيد اتجننت. اتجننت يا بسيوني. بسيوني 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 بسيوني. يا طارق ما انا خلاص فوق. فوقت وانت السبب. تضربيني عشان بسيوني؟ يا بسيوني. Ah!
حبيتها يا باشا. في حاجة جميلة؟ أنا حاسة بيك قوي يا باشا. بص اسمعها مني وأجري على الله. أنت إنسان من حقك تحب وتعيش شبابك اللي ملقتش فرصة إنك تعيشه قبل كده. حضرتك ظابط وحياتكو دايما ناشفة جامدة، ما فيهاش أي فرصة إنك تشم نسمة هوا أو حتى تعيش لحظة حلوة. كل ده من حقك، بس ما تنساش أبدا إنك باشا مش تلميذ. أنا الدبيه. يلا يا جماعة كل الناس تنزل تحت، الأتوبيس هيتفتش. فندم مفيش حاجة. ما كانش لازم نسلم دماغنا كلنا لواحد فاشل زيك يا فندم. أنا شايف كراتين المخدرات بعناية، ولو معايا سلاح أو إذن النيابة كان زماني قابض عليهم متلبسين. بتهم إنت إيه؟ الاتجار في الكراتين؟ إنت يا الضابط بعدت عن الهدف الرئيسي المهمة وسايب المجرم الحقيقي لأنك مش عاوز تتهمه. انت خلاص موازينك اختلت يا فندم. العيال دول اضعف من ان هم يبقوا تجار مخدرات، صدقني. المهمه انتهت يا الضابط. انتهت؟ انا مش لعبه في ايد سعادتك تبدا المهمه وقت ما انت عايز وتنهيها وقت ما انت عايز. انا مصمم اكمل. في ظرف 24 ساعه يكون تقريرك النهائي على مكتبي. انت انكشفت يا الضابط وبقيت كارت محروق. طبعا سيادتك مش متخيل ان انا فاهمك من اول يوم. سيادتك باين قوي الهيبه برضو يا باشا، فضحك. سيادتك احنا جامعه محترمه وماشيين في السليم، اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. والله انا بودي اقول لك خليك معانا شويه، بس متهيالي الجو مش هيبقى لذيذ معاك هنا بعد النهارده. احنا زي ما انت شايف اسره مع بعضينا. هو في كده؟
انجي. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انا عمري ما كذبت عليكي، صدقيني كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. ليه انا؟ ليه انا يا بسيوني؟ ليه؟ حرام عليك، انا اتغيرت عشانك، كنت سبتني، انا كنت مرتاحه كده، ليه اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه؟ ليه؟ كفايه بقى، كفايه. انجي انا كنت متاكد ان انت هتصدقيني. بس يوني انا جيت عشان اقول لك بلاش تخسر كل حاجه، بلاش تخسر شغلك كمان. انجي انا عمري ما هخسرك، انا اصلا كنت عايز احكي. اصلا اصلا قولي لك مسامحاني. مش وقته، احنا جايين عشان حاجه تانية خالص. الجماعه اللي دي في المخزن بتاع الجامعه مطمنين على الاخر، فاكرين ان الجو رق لهم، مجهزين شحنه مخدرات كبيره جدا وناويين يوزعوها للادي على جميع نوادي مصر. اي حد هيتحرك هطير له دماغه. يلا كلنا زي الحلوين كده نرفع ايدينا فوق. ارفع
مش قلت لك احنا هنا اسره في بعضينا؟ ليه يا بسيوني؟ هات على بيتك اسره مع بعضينا، دي اسره واطيه كده يا بسيوني. بسيوني من غير ما تقول لي حازم. حازم بسيوني. بسيوني ايه اللي جابك يا حبيبك يا بسيوني باشا؟ حاول تعمل حاجه صح. المفروض كنت تخش معاهم الامتحانات السنه دي. معلش انا باص السنه دي، لكن اوعدك هخش السنه الجايه. انا كنت عارف انك قد المهمه، بس كان لازم اعنفك عشان ما تكسلش. بسيوني Yep.